قلناها مرارا وتكرارا وفي عدة مناسبات منذ انطلاقة ثورة تشرين وليومنا هذا أعلناها وبصوت مدون أن ثورة تشرين قد انبثقت للخلاص من المنظومة الحزبية برمتها، لا مشاركتها، لا إعطائها شرعية، لا الاعتراف لا بانتخاباتها ولا بمنظومته المحاصصاتية المقيتة التي أقيمت على جماجم العراقيين بسبب الحروب الطائفية والدموية والمحسوبية والمحاصصاتية التي جاءت بها الأحزاب التي تدعي الإسلامية والديمقراطية وأنها ستخرج العراق من الظلمات إلى النور، لكننا ما رأيناه طيلة 21 عاما وما زالت الظلمات تزداد سوادا، وكذلك نرى أن الظلم يزداد يوما بعد يوم. نعم. وتعود الأحزاب التي خرج عليها الشعب العراقي ناقما وغاضبا ومنتقما من جرائمها بحقه، تعود ومن بكل قوة من خلال المدنية وبحجة المدنية. قلناها عام 2021 إننا لم نشترك بالانتخابات ولن نشترك بالانتخابات ولم نعطي مشروعية، وقد قاطعنا الانتخابات البرلمانية وواجهنا ما واجهنا من تحديات أمنية وكذلك تهديدات وترهيبات وترغيبات في نفس الوقت، ولكننا لم نخضع ولم نساوم ولم نهادن كتشرينيين يمينيين، بقينا على عهدنا ثابتين مقاطعين للانتخابات. وما نقرأه اليوم في الساحة العراقية جميعها أحزاب إطارية، أحزاب قد تحاول أن توهم الشارع العراقي إنها قد سلخت جلدها الإسلامي وإنها أحزاب مدنية. نعم، أؤكد لكم كما أسلف ضيفكم الكريم إنها تستغل المال العام والمال السياسي من أجل الترويج لدعايتها الانتخابية من خلال شراء الذمم.